أخبار اليوم. يسعدنا في بوابة أخبار اليوم يكون معنا الدكتور مصطفى النحراوي صاحب اختراع إطفاء الحرائق الطيران. هيكلمنا النهاردة عن الاختراع وعن اختراعاته الأخرى وعن المعرقلات اللي بتواجهه. النهاردة بنشوف الحرائق بتتفاقم بطريقة سريعة والخسائر وصلت إلى أرواح بشرية ومادية كبيرة جدا. فالنهاردة لازم نلحق ونشوف الأحسن للحفاظ على الأرواح والممتلكات والبيئة. الاختراع أنا عملت نموذج على حساب الشخصي. النموذج ده بناشد به مسؤولين في الدولة وبناشد به الحماية المدنية لرفع المستوى والفكر العلمي لإخماد الحرائق في أقل وقت من الزمن. الحمد لله ربنا وفقني بجراءة اختراع 13 رقم 1384 لسنة 2003. هو نظام جديد لإخماد الحرائق الكبرى مثل الغابات والمباني الشاهقة والمستودعات والمصانع والنفط. عندي اختراع إخماد المطارات، إخماد حرائق المطارات، وعندي اختراع تاني اللي هو إخماد الحرائق الكبرى، مقدم للبحث العلمي في الأيام القادمة. أما بالنسبة للاختراع، أنا في 2008 تم النشر باسم الاختراع في مجلة الأهرام العربي. وللأسف الشديد قابلت بعض المسؤولين في مصر على تنفيذ هذا الاختراع، واتكلمت على ان اخذ حتة ارض في تابعة لميناء القاهرة الجوي هيئة الميناء كمية متر اعمل فيها ممرات واعمل فيها الابتكار، وعلى السلطات دعوة جميع منظمة الإيكاو، مسؤولين عن المطارات في العالم بحضور رؤية الابتكار الجديد، على إني كنت عامل طيارة بالريموت هتنزل مولعة، والكلام ده عشان ضيق المسافة بتاعت المكان اللي هعمل فيه الاختراع. كتجربة ويباشر بالمشاهدة الكاملة فيه جميع أعضاء منظمة الإيكاو. أبرز حرائق المطارات، في أي خلل بيبقى في الطيارة أو في طيارة فيها فاير يعني حريق بيبلغ برج المراقبة. برج المراقبة عليه إنه هو بيبلغ السلطات المختصة في مهبط المطار. على ما توصل العربيات وعلى ما تنزل الطيارة بتكون تفاقمت الحرائق، وبيبقى من الصعب إنقاذ الركاب وإطفاء الحريق. هو الدافع الوحيد اللي أنا نظرت له نظرة أولى في الفكرة إن حصل في منذ سنوات حريق طائرة السودان في مطار الخرطوم لم ينجو منها أحد. سرعة البدء. النهاردة لازم نحافظ على الروح البشرية ولازم نحافظ على الممتلكات العامة زي الطيارة دي اسمها ممتلكات من الممتلكات العامة. بصيت ان عمل سيستم ثابت يتعامل مع حريق الطائرة منذ
لا منذ نزولها الممر بدون اي عنصر بشري، الماده النفطيه اللي بتشتغل بها الطياره. اثناء التموين الاجهزه بتاعتي بتامن، لان النهارده انا كراكب طائره، طائره عامله ترانزيت في اي مطار زي شرم الشيخ، الغردقه، اسوان، انا قاعد ترانزيت الاقي سياره الاطفاء جت، ابص على سياره الاطفاء بتجيلي وهله، يمكن يكون في حاجه خارج الطياره انا مش عارفها. هو اثناء وصول سياره الاطفاء مش جايه عشان في وهله او في حاله، هي جايه تامن تموين النفط اللي طالبه الطائره. فده منظر برضك هتلاشاه في الابتكار الجديد، مفيش سياره اطفاء تقف جنب الطائره يا بتنا. انا بناشد البحث العلمي، اكاديميه البحث العلمي بتسهيل وتنفيذ او تبني اي ابتكار تحت رعايه شعب مصر.